هذا ما حدث في مباريات الشوط الأول. كابتن حازم، على الرغم بأن الهلال زاد العدد، حاول أن يمنع ماكسيمان إلا أن هذا الأمر حدث. أحسن على مستوى الاستحواذ، لكن على مستوى التحولات من حالة دفاعية لحالة هجومية كان الأهلي كان أخطر. نعم. وبالتالي استغل سرعة ماكسيمان خاصة أمام المدافعين، وبالتالي وجود مالكوم على الجهة اليسرى للهجوم أو ميشيل على الجهة اليمنى. نعم. قلل من فرص أنه التنشيط الهجومي، وبالتالي تغيير المدربين في الشوط الثاني مهم جدا. كيفية الحفاظ يلسع على، كانت مباراة وشوط أشبه بشوط نهائي بين الفريقين. ألانا ميتروفيتش وياسين بونو تصدى للقطة كانت كاملة عن أقرب ملاحقيه فريق التعاون اللي يتواجد في المركز الرابع، الكرات الثابتة ياسين بونو، الكور أرضية مترو، الله 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 الله، تثير جدل لاعبيه. حول في هذه المواجهة لم المباراة لتمكن الهلال في مجريات الشوط الثاني من افتتاح أهدافه عن طريق اللاعب ميتروفيتش، ومن ثم تمكن مالكوم من إضافة الهدف الثاني، وبذلك يجعل الهلال ما بينه وبين اللقب فقط نقطة واحدة. ألف مبروك للهلال، حظ أوفر هي الأهلي. هكذا انتهت هذه الأمسية بانتصار الهلال على الأهلي بهدفين مقابل هدف واحد. دكتور سلطان، شوط ثاني مثير، يبدو أنه بدأ من نهاية الشوط الأول مع إضاعة ماكسيمان لتلك الفرصة وتصدي بونو. نعم، ذكرت بونو أخطأ في الهدف الأول للأهلي، ولكن تصدي لانفراد ماكسيمان أعتقد أنه هو نقطة التحول. الأهلي كان الأفضل في الشوط الأول على مستوى الخطورة، على مستوى الوصول. الشوط الثاني بعد طريقة وأسلوبه اللي بدأ فيه، وكان رهان خاطئ أعطى الأفضلية للأهلي. وأعتقد النقطة الأهم كانت فيها في تفوق الأهلي. نعم. لأنه ثلاثي في عمق الدفاع، وسط الهلال أصبح أقل قوة من وسط الأهلي. الأهلي أصبح يعمل التحولات خلف هذا الخط، فأعتقد صنع الخطورة في الشوط الأول. الشوط الثاني. نعم. بإدخال كنو تفوق وسط الأهلي، وسط الهلال أصبح أكثر خطورة، منع أي خطورة عليه، بالإضافة إلى قيمة نجوم. وتكلم هنا عن قيمة مالكوم اللي صنع هدف. نعم. سجل هدف إعجاز، أعتقد أنه من أجمل الأهداف على مستوى الدوري، تعطيك قيمة هذا النجم اللي من أول موسم وهو لم ينصف، وأعتقد أنه المباراة جاهز تنصفه وتنصف قيمته وتنصف تأثيره. نعم. وأعتقد أنه هو نجم اللقاء الأول. دائما كابتن عادل أنت تخشى اللاعب الذي يحضر بدون إزعاج بدون ضجيج، وهذا ما حدث. مالكوم لم يحضر إلى الدوري بتلك الهالة القوية، بتلك ربما الأضواء الكبيرة، ولكن وضع الضوء على نفسه في هذا الموسم، في هذا الأداء الكبير اللي يقدمه مع الهلال. وهو القاعدة تقول أنه خلي نجاحك هو اللي يسوي يتكلم ضجيج. نعم. يتكلم، وبالتالي في مباراة النجوم موجودين، لكن أنك بالنجوم تصنع فريق عنده روح وعنده شخصية وعنده كاريزما، هذا اللي نجح فيه الهلال في مباراة اليوم. لأنه دائما نتكلم على أنه على مستوى المباريات الكبيرة خاصة الجزئيات تصنع فارق، أنك عندك تعطي الفرصة، أنك الكرة تعطيك فرصة أنك تحسب مباراة، تقتل. نعم. مباراة خاصة أمام الهلال المطالبة أنك تحسب مباراة. صحيح. لأنه الهلال لازم في كل مرة يرجع في المباراة، يرجع بالهدوء، يرجع بالثقة، يرجع بإمكانيات اللاعبين، يرجع بدكة الاحتياط، ثم أيضا كنا تكلمنا عليه بين الشوطين يرجع بفكر المدرب أيضا. نعم. شاهد هذه الفرحة، بدأ نشاهد كثير من فرحات جيسوس. هو كأنه الهلال كأنه مش واثق أنه فاز بالدوري. هو يعرف أنه فاز بالدوري، لكن هذه ثقافة الفريق أو تقاليد الفريق أنه حتى المباراة عندها قيمة. نعم. بغض النظر على فارق النقاط. نعم. يحب يحاول أنه يربح المباراة. مالكوم في مباراة اليوم تعطينا الهدف الثاني، يعطيك صورة لمدى قوة الهلال مقارنة بالفرق الأخرى على مستوى الدوري. نعم. على مستوى المجهود، دقيقة 89 يقوم مجهود بدني كبير، ولا لاعب من الأهلي كان بإمكانه أنه يجاري نفس، وبالتالي أنا شوف المجهود البدني اللي قام به، ولا لاعب كان قادر أنه يعطي في دقيقة 89 في مجو نوعا عنده إمكانية أنه يرجع في الله. ثم الهلال اللي بتغييراته واضح أنه يحب يربح المباراة. نعم. مبروك الفوز، 3 نقاط مهمة من خارج الميدان، وتقريبا مش تقريبا هو مبروك اللقب، تبقى نقطة وحيدة من 4 مباريات متبقية. شكرا. فكيمشي يعني نادي الهلال بين القوة ديالو اليوم مرة أخرى، كما قلت فبقى نقطة واحدة، ولكن نادي الهلال كيلعب كاع المباريات بجدية وباحترافية ومن أجل الفوز دائما. شريكي، لم نعتد على الهلال مثل ما ظهر في الشوط الأول جوانب دفاعية بخمسة في العمق،
الإجهاد هي أسباب هذه الطريقة ولا لا؟ وكما تعرف أمامنا كان فريق اللي في مستوى كبير وهذا اللي خلانا نفوز وصول كبير كان للأهلاويين وتقدموا بهدف. ما شعرت في لحظة من المباراة أنه تخوفت نوعا ما؟ المقابلات الحمد لله أخيرا محبي بون ومحبي الهلال شحاب تقول له؟ كان شكرهم على المساندة ديالهم دائما، اليوم حضروا بكثرة شجعونا، حسينا بالتشجيع ديالهم والسند ديالهم الحمد لله. كانت منهم نحسموا اللقب في هذه الجولات اللي جاية إن شاء الله، والحمد لله. شكرا.